بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبابي، بكم فيديو جديد من فيديو القناه ديالنا السولو اس في تي. في هذا الفيديو غادي نحاول ندير معكم فقط المناقشه، ما غنجاوبش على الاسئله، ولكن غنحاول ندير معكم فقط المناقشه ديال النص، يعني طريقه تناول ديال النص. هذه وضعيه ديال امتحان تاهيلي ديال 2019، مجال بيداغوجي والممارسه المهنيه. غادي نشوف معكم النص ايطاب بار ايطاب، كيفاش نقراو النص، كيفاش نفهمو المعطيات ديالو، كيفاش ننسقو ما بين المعطيات ديالو، كيفاش نخرجو السياق ديال النص ككل، والمواضيع او الموضوع اللي كيتناولو النص. دونك النص يقدر يكون كيتناول موضوع واحد، يقدر يكون كيتناول واحد مجموعه من المواضيع متفرقه. كذلك غنمشيو نشوفو الاسئله وكيفاش نجاوبو عليها. اذا على بركه الله، تندرج الممارسات التعليميه ضمن سيروره تمتد من الأشكال الثانية للممارسات المشتركة إلى أشكال غير متوقعة من الأنشطة بسبب تغيرها باستمرار. إذن الممارسات التعليمية، يعني الممارسات اللي كيدير الأستاذ، هي تدخل ضمن سيرورة تمتد من الأشكال الثانية للممارسات المشتركة الى اشكال غير متوقعه، بحال كتكون شي حاجه مخطط لها الى اخره، حتى كتولي كتنتقل لشي حوايج اللي هي يعني لم تكن متوقعه، وبالتالي غتبدا تتفاعل معها غير متوقعه من الانشطه بسبب تغيرها باستمرار. لذلك كانت الطرق التعليميه طرائق مدخلا محدودا لفهم الممارسات. فاش كنهضروا على الطرائق وكاين النهوج، نهج علمي مثلا، نهج تقصي، نهج تجريبي، نهج تاريخي، كل نهج عنده مراحل. فاش كنقولوا الطريقه هو شي حوايج ديال خاصه بكل استاذ، ما غنلقاوهاش عند كاع الاساتذه. هي ديك الحس التعليمي اللي عند كل استاذ، واللي كيضيفوا على المنهج باش كيوصل المعلومه. اذا كنهضروا على الاسلوب ديال الاستاذ مدخلا محدودا لفهم الممارسات بالنظر الى الطابع المتجدد لانشطه المدرس. يعني الاستاذ يقدر في كل مره يجدد ذلك الاسلوب ديالو في مواجهه ما هو غير متوقع في سلوك المتعلمين وافعالهم. دونك هذيك التفاعلات ديال المتعلمين معاه غير متوقعه، كتبان فيها شي حوايج فاش تنطرح شي سؤال غير، ولكن ممكن ما يمكنش نتوقع الاسئله اللي غتجي من عند التلامذ. دونك هذا تفاعل، هذا سلوك. دونك هذيك الأنشطة المدرس ممكن توقعها، ممكن نبرمجها، ممكن، ولكن الأستاذ يكون مضطرا لتغيير الطرائق التعليمية ديالو في مواجهة تلك التغيرات التي يعني تتغير تفاعلات المتعلمين وأسئلتهم ودوافعهم وحاجاتهم إلى آخره. وفي وضعيات التدريس المتصلة البنية التعليمية عفوا، أو الفضاءات أو الإيقاعات الزمنية. يعني كاين واحد التغيرات غير متوقع في السلوك ديال المتعلمين، في وضعية التدريس المتصلة بالبنية. يعني تقدر مثلا جاي القسم موجه الدرس إلى آخره، ولكن كتلقى شي واحد زميل ديالك في المهنة مثلا وقع عنده شي مشكل، أو لا مات شي واحد في المؤسسة، أو لا شي طفل تلميذ تعرض لشي حادثة أو إلى آخره. دونك هادشي كامل مرتبط بهذيك البنية التعليمية، مرتبط كذلك بالإيقاعات ديال التعلم إلى آخره. وبقدر ما تكون النصوص المرجعية المؤطرة لعمل المدرسة إطارا قبليا يستهدف الانسجام والمغيرة والتوحيد، إذن التوجيهات التربوية والمذكرات إلى آخره، هذا واحد الأطار، واحد النصوص مرجعية لعمل المدرسة. دونك كتأطر لنا العمل المدرسة والحياة المدرسية. كتستهدف شنو؟ كتستهدف الانسجام والمغيرة والتوحيد. الانسجام يعني انسجام مكونات التلاميذ فيما بينهم، أطر الإدارة فيما بينهم، الأساتذة فيما بينهم، ثم الأساتذة مع أطر الإدارة، والأساتذة مع التلاميذ، والتلاميذ إلى آخره. دونك هنا هاد النصوص تشمل أو لا تستهدف الانسجام، تستهدف كذلك التوحيد والمغيرة. إذا في هذا السياق هذا
حاليا أو اليوم تجد المدرسة نفسها مضطرة إلى تدبير اختلافاتها الداخلية. إذا مادام كاينين مؤسسة فيها المدرسين، فيها الإدارة، فيها أطر مساعدة، فيها التلاميذ، إذا هذه المدرسة هي عبارة عن من؟ هي عبارة عن واحد المجتمع مصغر، مجتمع مصغر. هذيك الخلافات والنقاشات والثقافات اللي كاينة في المحيط هي اللي غادي تكون في المؤسسة، وبالتالي الاختلافات اللي كاينة في المحيط ستدخل إلى المؤسسة. إذا لذلك يقول الكاتب هنا: نجد أن المدرسة اليوم ستجد نفسها مضطرة إلى تدبير اختلافاتها الداخلية، يعني المدرسة بالأطر ديالها إلى آخره. هذوك الاختلافات، مثلا اختلافات ما بين المدير والناظر، ما بين المدير والحارس العام، ما بين المدير والأستاذ، ما بين المدير وكذا، ما بين كذا وكذا، هذه الاختلافات وجب تدبيرها. وهذه الاختلافات هي لا تأتي من فراغ، حسب الكاتب هي انعكاسات أو انعكاس للاختلافات التي تخترق المجتمع. مثلا استعمال الهاتف، شي واحد كيهضر معاك وانت خدام في التليفون، أولا بزاف 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 ديال الأشياء، أولا كتصيفط له ميساج مثلا ما غيجاوبكش، أولا كتعيط له وما كيردش عليك، أولا كيقطع أو إلى آخره. ماشي غير هذا المجال، غير مثلا لو طلبتي له مثلا لي ماركور هو ما عندوش، انت بالنسبه لك خصو يكون عنده. دونك مدرسه دعم النجاح، ولا مدرسه النجاح مازال، ولا جمعيه الاباء مازال ما جابتش لي ماركور او لا كذا. دونك هنايا كاين واحد الاختلاف، كاين واحد الاختلافات الداخليه واللي تعكس بشكل من الاشكال ديك الاختلافات اللي كاينه في المجتمع، في الثقافه، وفي اللغه، وفي التوجهات السياسيه والاجتماعيه. اذا حسب الكاتب ان الممارسات الصفيه او الفصليه لا تتحدد فقط بالمرجعيات المؤسسيه وما ترسمه من غايات وضوابط للعمل التربوي، بل تتحدد كذلك بخصوصيه سياق التعلم وبالتفاعلات المختلفة التي تخترق جماعة الفصل. إذا قال لك أسيدي هذيك الخدمة ولا الممارسة الصفية ديال الأستاذ، يعني الممارسة في الفصل هي في القسم، راه ما تحكمهاش غير الأطار المرجعية والبرنامج والمقرر والمنهاج و ولكن الذي يتحكم فيها كذلك هو خصوصية سياق التعلم، وهي اللي ذكرت في الأول فاش قلت لكم مثلا غتجي غتلقى شي تلميذ مثلا كان جاي للمدرسة وسرقوا له التليفون، تعرض بنت تعرضت للتحرش، بنت مثلا عندها مثلا جاتها العادة الشهرية، بنت. دونك كتلقى واحد السياق متغير، سياقات غير ثابتة، مفهوم؟ إذا لذلك نتكلم على أن هذيك الضوابط والمرجعيات المؤسساتية والغايات والاستراتيجيات اللي خططتي ليها وداك الشيء كامل اللي وجدتي له ماشي 100% غادي يضمن لك المرور ديال الحصة بشكل سليم، لأن هاد الحصة تدخل فيها عوامل خارجية خارج أو بعيد على القدرة ديالك أنت كأستاذ، بالتفاعلات المختلفة، يعني غتأثر الحصة بالتفاعلات ديال التعلم، تقدر تزيد من المستوى ديال الحصة وتناقش. اش راه بنادم تيدوز مع سنين ومنين في التدريس وكي تيقول واحد هذا النهار هذا واو دوزت واحد الحصة امبيكال، وبعد المرات كتجي موجد الجدادات، موجد تجربة، موجد كذا، ولكن فاش كتوصل للقسم تطرى شي حاجة كتخربق لك كل شيء، انت ما الحصه غاده مخربقه وانت ما عارفش اصلا. اذا هنا كاين شي حوايج خارجيه عليك نتايا كاستاذ، تعلم بالتفاعلات المختلفه التي تخترق. اذا هادشي قلنا هادشي مرتبط بسياق التعلم، وكذلك بالتفاعلات المختلفه التي تخترق جماعه الفصل وبمضمون المعرفه موضوع التدريس. حيت بعض المرات هذاك الدرس اللي كتقراهم هو اللي تيكون تيهرب لهم الفريخ، او هو اللي يحفزهم او الى اخره. كذلك بالتفاعلات التي تخترق جماعتهم وبفاعليه ديال التربويين، بالفاعليه التربويين او بفاعليه التربويين
وما يتخذونه من قرارات ومبادرات مبتكرة في مواجهة خصوصية وضعية التعلم. إذا هنا الكاتب أو الكاتبة ديال هذه المقالة جات الاخر هنايا في هذه الفقرة، الفقرة الثالثة، وقال لك ودي هذا الشيء كامل راه كيرتبط حتى بالفاعلية. كيفاش شنو كيقصدوا بهذه الفاعلية؟ يعني واحد الأستاذ عنده واحد الكفاية ديال ولا قادر أنه يتكيف مع جميع الوضعيات، غير كتبان له شي حاجة ماشي هي هذيك غدا في القسم تيقلب، يا إما غيدير مثلا واحد دردشة بسيطة، أو لا غيدير واحد النكتة بسرعة تربوية إلى آخره، أو لا غادي يحيلهم على واحد التجربة، أو لا غادي يبدل لهم الوسيلة الديداكتية أو لا إلى آخره. إذا هنا ده هو المقصود بالفاعلية، باش تحاول تضغط على ديك الظروف، تحاول تحول سياق التعلم بشكل مناسب، يعني غتخلق واحد البيئة مناسبة للتعلم. ومن المؤكد أن المدرسين لا يعملون لتحقيق خططهم الخاصة، لأن طبيعة عملهم المؤسسية تلزمهم باحترام تعاقداتهم مع المؤسسة التربوية التي يعملون لفائدتها. يعني الأستاذ ما كيجيبش الأهداف ديالو والخطط ديالو، لا، ولكن كيجي في إطار واحد التعاقد عنده مع الوزارة ولا مع المؤسسة اللي كيشتغل فيها بشكل عام، ولا سيما الالتزام بالتوجيهات التربوية في تنفيذ المنهاج وبأنظمة التقويم وغيرها، علاوة على احترام كافة المواثيق والنصوص المؤطرة لعملهم من الناحية القانونية والحقوقية والأخلاقية. هادشي اعتقد انه باين. قال لك السيد الاستاذ ما تيجيبش الخطط ديالو، كيجي هو باش يخدم واحد الاهداف ديال المؤسسه اللي تعاقد معاها، وخصوصا كيأكد الكاتب، خصوصا اللي كيخصو يلتزم بالتوجيهات التربويه باش ينفذ المنهج، وكيلتزم كذلك بالانظمه ديال التقويم وغيرها، علاوه على احترام المواثيق والنصوص المؤطرة لعملهم من الناحية القانونية والأخلاقية والحقوقية. غير أن نمو التوجه نحو تكييف العمل التربوي مع حاجة انتبه جيد، نمو التوجه التربوي نحو تكييف العمل التربوي مع حاجات المتعلم. قبيله كنا كنقولوا الاستاذ كيجيب خطط الى اخره، كيجي يطبقها الان سي دو سويت، كيجي باش يطبق هذوك الخطط ديالو الجداد ديال الى اخره، ولكن هنا هذه الجمله تتكلم عن نمو التوجه نحو تكييف العمل التربوي. يعني هذيك الاستاذ الخدمه اللي كديرها استاذ ما غاديش تبقى مستقله ولا منعزله مع يعني ما غتبقاش. علاش؟ لان اقرت مجموعه من التقارير الدوليه ان سوق الشغل لا يتماشى مع مواصفات المتعلمين في نهاية بعض الأسلاك، وبالتالي وجب أن نكيف مواصفات المتعلمين مع سوق الشغل. كيف ذلك؟ بأن يعني كيبان لهم هنا بأنه راه يجب الانطلاق من حاجات المتعلمين. شنو هما حاجات المتعلمين؟ حاجة المتعلمين ماشي ديك الاحتياجات اليومية من مأكل وملبس ومشرب، هذا ليس شأنك يا أستاذي الكريم. حاجات المتعلمين هي تلك الحاجات أو تلك هو كل ما يتحول إلى صعوبات تعرقل عملية بناء تعلمات، بحال مثلا في ابتدائي ما تعلمش مثلا كيفاش يحسب النسبية المئوية، ما تعلمش توحيد المقامات في الاعدادي، ما تعلمش كذا، اذا غيوصل البكالوريا غيكون عنده مشاكل كبيره في البعض. ما كيعرفش شنو هو خليه، ما تيميزش ما بين وسط 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 حي ووسط غير حي، الى اخره. دونك هنا غيبقى عنده ما كي دونك ما غيوليو عنده واحد المجموعه من التراكمات غتؤدي لمشاكل في ماده علوم الحياه والارض. وبالتالي هنا وجب على المدرس، عندما نقول تكييف العمل التربوي مع حاجات المتعلمين، اولا كيخصنا واحد العده باش نعرفوا هاد الحاجات ديال المتعلمين، وهاد العده هي عباره عن تقويمات تشخيصيه، عباره عن اسئله اللي غادي نطرحها له بشكل مباشر، ندير مع التلاميذ اللي عندهم مشاكل اللقاء باش نشخص الحاجيات ديالهم واعمل على معالجتها قدر جعلهم او لا قصد جعلهم يواكبون
بناء التعلمات الجديدة. فوالا، غير أن النمو إلى آخره قد دفع إلى تشجيع الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين وتنظيمها في إطار آليات عمل تستجيب لمتطلبات العمل الجماعي المشترك القائم على الاجتهاد المحلي والتقويم الذاتي. بمعنى قال لك أودي، راه العمل التربوي مشى في واحد الاتجاه، باش تفهموا حاليا شنو كاين، هو انني قبل ما نبدل الاشتغال مع المتعلمين كنشخص الحاجيات ديالهم، كنحدد حاجيات المتعلم. شنو هي حاجيات؟ هي كندير لهم واحد التقويم التشخيصي، ولا واحد الرئيس، ولا مقابله، ولا دراسه حاله، ولا كنشخص الوضعيه ديالو، كنشخص الحاله ديالو، الحاله التربويه ديالو، وكنحاول نوضع عليه واحد الانشطه ستقوم بتغطيه تلك الثغرات الحاصله عنده، او تلك الصعوبات، او وستجعله يتجاوز الصعوبات المتركه. وبالتالي فاش كينمو العمل التربوي في هذا الاتجاه، كيخص لابد من يكون حسب الكاتب دائما، كيخص لابد من الوزاره ما تدفع نحو تشجيع الاستقلاليه البيداغوجيه ديال المدرسين. معنى الاستقلاليه البيداغوجيه ديال المدرسين، وهذا كان اللي فيه نقاش مع احد الزملاء، يعني لا يؤمن بالاستقلاليه البيداغوجيه، وتيقول لك اودي لا راه التوجيهات كذا خصك داك الشيء ما تمشي، يا ودي لهاك الله، راه باش راه عندك متعلمين، ما عندكش الحيوره، عندك متعلمين، ومتعلمين راه هذيك النفس فيهم واحد الروح كتمشي وكذا، راه كائن حي هذا كتعامل معه، قادر انه يتطور، قادر انه يولي في واحد اللحظة معينة هارب. وبالتالي وجب عليك انت كأستاذ ان يكون عندك واحد الهامش من الاستقلال في طريقة الاشتغال، ماشي كنقول لك الهامش الاستقلال فها شنو غتقريهم وها شنو ما تقريهمش، هذاك الشيء ما عندكش الحق فيه، عندك المنهاج، خاصك واحد توصل لواحد الاستقلالية البيداغوجية، يعني ان تكون مستقل في اختيار البيداغوجيات اللي غادي تشتغل بها، ارتباطا بماذا؟ ارتباطا بالكفايات اللي خصك. اذا ما يمشيش شي واحد، كاين واحد المجموعة من البيداغوجيات يكون الاستاذ مستقل في اختيار ديالها باش يشتغل بها وينظمها في اطار اليات، عنده واحد المجموعه من البيداغوجيات ينظمها في اطار اليات تستجيب لمتطلبات العمل الجماعي المشترك القائم على الاجتهاد المحلي والتقويم، والتقويم الذاتي. اذا كيكون هو كيدير واحد الاجتهاد على المؤسسه ديالو، ولا على مستوى المديريه، ولا على مستوى، مفهوم، وتيقوم ذاته الى اي حد تمكنت تلك الاستقلاليه البيداغوجيه من منحه مثلا شارة الريادة، أو من منح مؤسسته شارة لابيل، أو من تفوقه في بلوغ الآليات، أو في بلوغ نواتج السلك. ومن محفزات، إذا النص هنا يزيد يتعمق في الاستقلالية البيداغوجية، ومن محفزات الاستقلالية البيداغوجية للمدرس كونه يمتلك إمكانية كبيرة فيما يتعلق بتصور ما يحدث داخل الفصل. دونك التصور هنا تنهضروا على سيناريو، فاش تكون في دارك عندي حصه غدا غنصيب لها واحد السيناريو بيداغوجيك، يعني كتوضع واحد التصور لما يحدث داخل الفصل. اذا عندك هنا عندك امكانيه باش تصور انت كيف ما بغيتي، حيت دوك ولادك انت اللي كتقريهم، وتدبيره وتدبر، يعني وتوضع التصور لذاك الشيء اللي غيطرى في القسم وتدبره، علاوه على كونه هو من ينفذ خطط التعليم والتعلم. اذا هذاك الشيء اللي غادي تخطط ليه راه ما غاديش ينفذو شي واحد اخر استاذ، راه انت اللي غتنفذو، دونك انت اللي غتخطط، انت اللي غتدبر، انت اللي غتنفذ، عندك استقلاليه بيداغوجيه، ابدع، ابتكر في الطرق جديده تمكن من ادراج وادماج جميع المتعلمين في، وتعتبر دونك باش من يعني فاش كتبان الفكره راه ما تنكملهاش، وتعتبر جماعة الفصل أحد العوامل الأساسية الدافعة إلى المبادرة. هذا الأستاذ أساسي ده غتعجبهم، هذه كيقول لك السيدي راه بعض المرات هذه متفقين عليها الأساسي ده، بعض المرات كتدخل كتلقى الجماعة الفصل يعني القسم ناضي، طيور،
كيخدموا معاك، كتعطيهم الوضعية تيشدوا الرق الرق الرق، النقاش، فرضيات، دادين، تجربة، كيقترحوا، كيوصلوا للتنتاج، كي إلى آخره. كيدخل هاد الشي قسم، أنت تجره وما يجر موتة، ما عندهمش بحال تعزلوا هكاك، ما عندهم سبحان الله يعني صافي. إذن هنا في هذا السياق فيه كتجي هذه الفكرة، وتعتبر جماعة الفصل أحد العوامل الأساسية الدافعة إلى المبادرة، إلى مبادرة المدرس بإدخال الملائمات والتعديلات. علاش؟ إلا دابا هنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك دير فاش كنجيب أنت كوضعية لجماعة الفصل تقدر تتفاعل معاه، غتمشي إلى آخره، إذا أنت درستيهم مزيان. ولكن هذه الفكرة كتقول لك ديرها فاش كتمشي لعند واحد جماعة الفصل تلقاها مثلا مضعضعة، راه هذاك الشيء غادي يدفعك باش تدخل واحد الملائمات وواحد التعديلات ضروري على العمل في هذه الجماعة. في هذه الجماعة علاش؟ أن الجماعة مثلا يا إما الدينامية ديالها كبيرة بزاف مرتفعة، يا إما الدينامية هابطة، دونك خصك تهبط المستوى ديالهم. تتسم بدينامية دائمة وبتنوع مكتسبات المتعلمين وخبراتهم القبلية وإمكانات التعلم التي توفرها لهم ببنيتهم الاجتماعية. إذن دونك إلا لاحظتوا معايا، حنا درنا واحد القراءة تقريبا في 21 دقيقة، درنا واحد القراءة تفصيلية إلا بغينا نقولوا. دابا فاش غنمشي للأسئلة، فاش غادي نمشيو للأسئلة، لاحظوا معايا أنا بغيت نوريكم غير كيفاش يعني مثلا نقدروا نجزئوا العناصر الأسئلة. اقرأي النص بتمعن ثم أجيبي، أو لا اقرأ أو اقرأ، حدد القضية التي يطرحها النص وأبرز عناصرها. القضية التي يطرحها النص شنو هي؟ غنجي هنا، تيلا ما فهمتش التعبير، تيلا ما فهمتش، غنجي هنا. عبد الحق منصف، الممارسات التعليمية بين التقليد المؤسساتي وإمكانية النجاح والابتكار. ما غاديش نمشي نقول لهم هاد الشيء، هذا من المنشورات ديال المجلس الأعلى للتربية والتكوين 13. إذا أنا غادي نحاول ندير واحد الصياغة من عندي. نرجع للسؤال، حدد القضية التي يطرحها النص. إذا يطرح النص ماله؟ يطرح النص إشكالية تتعلق بالممارسات التعليمية، ممارسات التعليمية وارتباطها في، يعني يعالج الممارسة التعليمية من ناحية ارتباطها بالحقوق والواجبات والتوجيهات والمنهاج إلى آخره، بالوثائق الرسمية، وكذلك من ناحية ارتباطها بالاستقلالية البيداغوجية للمدرسين. مفهوم؟ إذا كاين أطر قانونية، كاين توجيهات، كاين حقوق، كاين أخلاقية المهنة، كاين المزال الإتيقي، كاين بزاف الحوايج. وفي المقابل هذا الشيء كاين واحد الجانب ديال الابتكار ما يمكن يكون إلا من الاستقلالية البيداغوجية ديال المدرسين. العناصر ديال هاد، دونك هنا كيقول لك قضيه وعناصرها. العناصر ديال القضيه هما شنو؟ مثلا الطرائق التعليميه هذا عنصر من عناصر القضيه، الاطر المرجعيه، التوجيهات التربويه، الغايات، المنهاج، هادو كلهم عناصر ديال القضيه، الاستقلاليه البيداغوجيه، هادو كاملين عناصر تدخل في هاد القضيه ديال اللي تعالجها النص، ديال الاستقلاليه البيداغوجيه و الممارسات المهنيه. دونك كاين ثلاثه الحوايج اللي بغينا نقولوا اساسيين: الممارسات المهنيه، الاستقلاليه البيداغوجيه، المنهاج والتوجيهات والوثائق الرسميه. ثلاثة، قال لك تتسم الممارسة التعليمية في نظر الكاتب. أنا فقط كأعطيكم غير إشارات للأجوبة، أنا لا أقدم أجوبة، لأن كل أستاذ ممكن يقدم أجوبة التي يراها مناسبة، ولكن يعني ما تمشيش، ما تكونش بعيدة على هذا. دونك ثلاثة، تتسم الممارسة التعليمية. أنا مثلا واحد
واخا هذا السؤال عفوا الأول، حدد القضية الممارسة التعليمية في ارتباطها بالتوجيهات التربوية والمنهاج والقوانين المؤطرة واستلزامها لاستقلالية بيداغوجية. مفهوم؟ عناصر. ثلاثة، تتسم، أو السؤال الثاني عفوا، تتسم الممارسة التعليمية في نظرك بالتأرجح بين التقييد بين المرجعيات المؤطرة لعمل المدرس وبين النزوع إلى الاجتهاد والإبداع. أبرز ذلك. إذن هنا في نظر الكاتب قال لك هذه الممارسة التعليمية تتأرجح يعني تتميز بالترجح بين التقييد بالمرجعية المؤطرة لعمل المدرس. فاش كنجيو شنو كنلقاو؟ كنلقاو هنا في واحد في هذه الفترة، الفقرة هذه الثالثة هي اللي كتربط لنا بين عمل المدرس والتوجيهات. قال لك ومن المؤكد أن المدرس لا يعمل، إذن أولا المدرس لا يعمل لتخطيط لتحقيق خططه الخاصة. علاش؟ لأن عنده تعاقد مع أسس. إذن هذا تحيل بأن المدرس مرتبط بال، لأن عندي العناصر شنو هما؟ المرجعيات والمدرس والاجتهاد أو الاستقلالية البيداغوجية. فبالتالي خاصني نجبد من النص مثلا عناصر كتربط المرجعيات بالمدرس وعناصر كتربط المرجعيات بالاجتهاد. فعندما نقول أن المدرس لا يخدم خططه، علاش؟ لأنه لا يأتي للمؤسسة لتحقيق خططه. علاش؟ لأنه جايب التزامات، عنده تعاقدات مع المؤسسة. إذن كاين أطر، ولا سيما الالتزام بالتوجيهات. إذن هذا الشيء كيبين أن ماذا؟ أن الأستاذ يخضع للتوجيهات التربوية في تنفيذ المنهاج والالتزامه مع المؤسسات ولا يؤدي رغباته الخاصة. مع احترامه كافة المواثيق والنصوص المؤطرة لعمله من الناحية القانونية والحقوقية والأخلاقية. ولكن تفاعلا مع حاجة المتعلمين وفي إطار تكييف العمل التربوي، أصبح من اللازم على الأستاذ أن يتوفر على استقلالية بيداغوجية. دونك هنا في كيبان لينا القول ديال الكاتب أن العملية التعليمية التعلمية أو الممارسات المهنية تتأرجح بين التقيد بالمرجعية وبين النزوع إلى الاجتهاد. إذن كتمشي عند متعلم، عندك برنامج دراسي، عندك برنامج دراسي جايب واحد مقطع ديال الدرس موجدو باغي دوزو في النهار فلان فلاني الساعة الفلان فلانية. فاش كتجي القسم هذا، يعني هادو هنا كاينين التوجيهات مؤطرة إلى آخره، قانون خاصك تجي النهار تجيب معاك الوثائق ديالك باش تجي تخدم إلى آخره. فاش كتجي داك النهار كتلقى واحد الوضعية كتحتم عليك. أشنو هذيك الوضعية؟ شنو هي؟ هي حاجات المتعلمين، هي واحد الصعوبة تعترض المتعلمين. إذن فاش كنقولوا استقلالية البيداغوجية كتجي في إطار هاد الحاجات ديال المتعلم، في إطار السد الحاجات ديال المتعلم. مفهوم؟ شنو هي التوجيهات؟ مثلا جبتي له الدرس، بديتي كتوضع الدرس، بديتي بان لك أن التلامذ ما غاديينش معاك. إذن كان حاجيات أخرى تسبق هاد الشيء اللي جبتي لهم. شنو هو؟ اذا خصك دير لهم تقويم تشخيصي وتشخص المشكل المرتبط بالدرس وتعطيهم الحاجيات الى اخره، عاد باش يمكن انك ديماري الدرس. وبذلك ف النزوع الى الاجتهاد والابداع مرتبط بحاجيات المتعلمين، والمرجعيات المؤطرة للدرس كتعطينا واحد الممارسات التعليمية اللي كيحتم عليها تلزم الحاجيات ديال المتعلمين في إطار ما يسمى بالاستقلالية البيداغوجية والنزوع إلى الاجتهاد والإبداع. أربعة، اشرح في ضوء تجربتك المهنية القول الآتي: بقدر ما تكون النصوص المرجعية المؤطرة لعمل المدرس إطارا قبليا يستهدف الانسجام والمغيرة والتوحيد، تجد المدرسة اليوم نفسها مضطرة ل ل إذن هنايا كيقول لك في ضوء تجربتك. دونك بقدر ما تكون النصوص المرجعية المؤطرة لعمل المدرسة إطارا قبليا يستهدف الانسجام والمغيرة والتوحيد، تجد. إذن شنو غادي نقولوا هنايا؟
ان غادي نهضروا على بعض الاطار، ولا بعض نقدر مثلا نهضر نتكلم على النصوص المرجعيه المؤطره لعمل المدرسه. هذه النصوص المرجعيه المؤطره لعمل المدرسه مثلا هو القانون الاساسي للمدرسه، القانون الاساسي او القانون الداخلي للمدرسه، مفهوم؟ عندها واحد القانون الداخلي في حقوق التلميذ واجباته الى اخره. هذا القانون الاساسي هو واحد الاطار كيستهدف يكون انسجام ومغيره وتوحيد، يعني يكون هذيك المدرسه الناس المكونات هذاك المجتمع الصغير في المدرسه تستهدف الى ان يكون هذا الاطار او هذا القانون الاساسي او القانون الداخلي للمؤسسه يستهدف ان تكون، لان هذا القانون الاساسي راه كاين مجالس تصادق عليه، كاين مجلس التدبير ديال المؤسسه راه يصادق مثلا على هذا القانون الاساسي، من المهام ديالو المصادقه او لا معالجه او لا تغيير، لان هذاك عباره عن تعاقد بين المؤسسه واطرها وتلامذتها. وبالتالي مثلا هذا القانون يهدف الى الانسجام والمغيره والتوحيد، يعني يكونوا كلمه واحده ويكونوا منسجمين بيناتهم، وغينقص لينا من التفاعلات الغير مرغوب فيها، وغيرفع لينا من جوده التعلمات، يرفع لينا من مكانه المؤسسه داخل المحيط ديالها الى اخره. وبالتالي كاين واحد النصوص كاين الى اخره، تجد قال لك اصبحنا تجد المدرسه اليوم نفسها مضطره الى تدبير اختلافاتها الداخليه، يعني المشاكل اللي غنلقاو في المدرسه راه غتحلهم المدرسه نفسها عن طريق ماذا؟ عن طريق تلك النصوص المرجعيه المؤطره لعمل المدرسه. وهاد المشاكل التي نجدها في المدرسه هي ليست من مشاكل غريبه على المجتمع او لا ابتكرها شي واحد، ولكن هي مشاكل تعكس الاختلافات التي تخترق المجتمع وتخترق ثقافه المجتمع ولغته وتوجهاته السياسية والاجتماعية. بمعنى أن كل تلك المشاكل التي نجدها في المجتمع ستنتقل للمدرسة، التي تعتبر المدرسة واحد المجتمع مصغر، بحال مثلا راه المدير مثلا هو الأب، وهذوك الأساتذة مثلا هما الإخوة والكبار والتلاميذ إخوة إلى آخره، دونك بحال واحد الأسرة، أسرة مع بعضينا يعني. وبالتالي هذا هو يعني السياق اللي غيكون فيه الجواب او لا العناصر الاجابه. تبلورت في اطار البيداغوجيه المعاصره مقاربات لتدبير التعلمات وتقنيات لتدبير جماعه الفصل. مزيان، قال لك سيدي في البيداغوجيه المعاصره حل المشكلات تقصي الى اخره، بيداغوجيه الخطا، قال لك هذه البيداغوجيه المعاصره تبنات واحد المقاربات لتدبير التعلمات وتقنيات لتدبير جماعات الفصل. السؤال هو وضح أهمية استحضار خصوصية سياق التعلم في اختيار تلك المقاربات. دابا حنا شنو قلنا؟ كل تعلم درس مثلا راه عنده واحد عملية تعلمية، عندها واحد السياق غيتحكم فيها باش ندير هاد المقاربة بالتدبير جماعة الفصل. باش نختار واحد المقاربة لتدبير جماعة الفصل، شنو أهمية السياق أو شنو علاقته باختيار إذا سياق التعلم والمقاربات؟ بحال غادي نربط ما بين جوج الحوايج، مقاربة تدبير تعلمات وتقنيات لتدبير جماعة الفصل. هنايا كاين واحد المقاربات باش ندبرو، شنو علاقة تلك المقاربات بسياق التعلم؟ الطريقة اللي غندبر بها شنو؟ واش طريقة مثلا طرق التدبير، واش غادي نكون انا فوضوي نخلي كل شيء يدير اللي بغى، غادي نكون سلطوي كنتحكم في كل صغيرة او كبيرة، غادي الى اخره، شنو غادي ندير انا في هذا الشيء كامل؟ اذا وضح اهمية استحضار خصوصية سياق التعلم في اختيار تلك المقاربات. يعني شنو؟ يعني باش نبغي نختار مثلا واحد النهج معين باش ندبر واحد الطريقة معينة باش ندبر الفصل، شنو أهمية؟ إذا هنا السياقات ديال التعلمات منها ما يمتاز بالحركية، منها ما يمتاز بإعمال العقل، منها من يتطلب مهارات، منها ما وبالتالي فالمقاربات التي ستختارها
يجب أن تمشي في اتساق تام مع سياق التعلم، مفهوم؟ لأن سياقات التعلم هي التي ستفرض علينا نوعية المقاربة التي نختار، مفهوم؟ أنا مثلا غادي ندير لهم واحد الوثيقة تاريخية، ولا غندير لهم واحد النهج تقصي، ولا إذا سياق التعلم مثلا غنقريه على أنواع النباتات، بغيت يصنف الأنواع ديال النباتات، راه ما غنبقاش حاصرو في القسم ونقول له صنف أنواع النباتات، لا راه غادي نخرجو مثلا واحد الوسط غابوي يجيب منه المعطيات، يجي يتعلم منه، يتفقه منه، يكتسب منه المعارف والمهارات إلى آخره. إذن هنا غادي نبحثو على خصوصيات سياق التعلم والاختيارات أو اختيار المقاربات، ثم بلورة تقنية التنشيط، فاعلية المتعلم. إذن كيف تبلور تقنية التنشيط فاعلية المتعلم، مدعما جوابك بأمثلة من واقع الممارسة الميدانية. تقنية التنشيط كيفاش كتساهم؟ مثلا فاش كندخلو في جماعة كيلقى راسو، كيلقى فرصة، كتكون جماعة صغيرة كتكون عنده فرصة للتعبير، كيكون عنده وقت باش يعبر، باش يكتسب، باش يتعلم، باش يناقش، باش يفترض، باش يحلل، باش يستنتج. دونك الإدخال ديالو في جماعة كيعطيه واحد التحفيز، كيعطيه واحد الدافعية، كيشوف أقران ديالو كيشتغلوا كيناقشوا، هو اللي دونك كيقلب، كيحاول يفهم، مفهوم؟ كنخلقوا واحد البيئة للتعلم. عندما نستعمل مثلا تقنية فيليبس، كل واحد مثلا 6 في 6، دونك جماعات 6 في 6، كل جماعة مثلا يعطينا واحد فكرة من هذه الجماعة وغنجيبوا الآخر مقابل ديالها إلى آخره. تقنيات ديال المناظرة، تقنيات ديال، دونك كاين مجموعة من التقنيات تجعل المتعلم فاعلا. هذا هو المقصود بالفاعلية، ما يبقاش غير مريح مقرقر وطالق العيا، دونك خصو يندمج ينخرط. دونك كيفاش تقنية التنشيط كتجعلوه فاعل؟ حنا غادي نهضروا على المزايا ديال واحد تقنية التنشيط. مثلا ناخذ 2 ولا 3، مثلا جماعة الفصل، طريق الحوار، تقنية فيليبس، لاعب الأدوار إلى آخره. كيفاش لهاد التقنيات كتجعل، هادو ما أمثلة، كيفاش هاد التقنيات كتخلي المتعلم فاعل في بناء التعلمات؟ تشكل الاستقلالية البيداغوجية معيارا من معايير الأداء البيداغوجي المدرس. حدد من خلال أمثلة من واقع الممارسة الميدانية حدود هذه الاستقلالية، عفوا، ف حدود من مواقع الممارسة. مثلا كأن أختار وضعيات ديداكتيكية، فهم؟ علاش؟ لأن عندي مجموعة من الكتب المدرسية، مجموعة من الوثائق، مجموعة من المراجع، كنختار أنا اللي بغيت. هذه استقلالية بيداغوجية، الطريقة اللي غادي ندرس بها، النهج اللي غنستعمله، هذه استقلالية بيداغوجية. الأسلوب اللي غنستعمله، هذه استقلالية بيداغوجية. شنو الهدف؟ الهدف هو شنو؟ هو نوصله، عندنا كفاية خصنا نوصله لها، وبالتالي ما نقيش، ما نغيرش المنهج، ما نمشيش لأهداف أخرى غير تلك المسطرة، أو لا الكفايات أخرى غير تلك المسطرة. يعني دائما أشتغل في إطار الكفاية الاستراتيجية، النوعية، المنهجية، التكنولوجية، الثقافية إلى آخره. دونك 5 الكفايات: تواصلية، استراتيجية، تكنولوجية، ثقافية، ومنهجية. هذه هما الحدود اللي خصني نشتغل فيها، هادو هما الحدود اللي ما خصنيش نتجاوزهم، مفهوم؟ ولكن خصني نستهدف هاد الشيء، هذا هاد حتى لو قلت استقلالية البيداغوجية خاصة تديني لهاد الكفايات هذا. وبالتالي أمثلة من واقع الممارسة الميدانية، حدد أمثلة حدود الاستقلالية. مثلا هذه الاستقلالية مثلا ما يكونش الهدف ديالي هو تمرير واحد
المعلومات او لتمرير واحد التقنيات خاطئة او لا الى اخره، لا او لا معارف خاطئة. دونك هنا تخسر رد البال. اقترح مؤشرات لقياس مدى تحقق معيار الاستقلالية البيداغوجية. شنو اللي غيبين لي باننا راه تحقق معيار ديال الاستقلالية البيداغوجية؟ كاين مثلا استعمال كتب متعددة، هذا مؤشر كيبين لي استقلالية البيداغوجية. الاعتماد على مراجع متعددة، هذا مؤشر، يعني ما كاينش مرجع واحد. اختيار طرق بيداغوجية مختلفة، تنويع الطرق البيداغوجية، هذا استقلالية بيداغوجية. الاختيارات البيداغوجية كاملة، تنويع في طرق التدريس، تنويع أدوات، تنويع، هذا كله كيعطينا واحد استقلالية بيداغوجية. الدرس مثلا تقدر ديره على شكل فيديو، على شكل أبليكاسيون، شي تطبيق غيتعلمو شي حاجة من التطبيق إلى آخره. دونك المهم هو شنو؟ المهم هو توصل لهذيك الكفايات اللي بغينا في واحد الإطار ديال الاستقلالية البيداغوجية. إذا أنا حاولت نناقش معاكم الموضوع وحاولت نعطيكم أهم العناصر اللي جات فيه. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.